نابل، نيابوليس، أو الجنة الصغيرة كما سماها الرحالة الأوروبيون، عروس تطل على ضفاف المتوسط معتزة بتاريخ عريق أرخت له المراجع اليونانية منذ القرن الخامس قبل الميلاد. ما زالت أقواس المدينة العربي منتصبة في مدينة البحر والفخار، معبرة عن عراقة مدينة تعتز بمعمارها العربي الإسلامي. تحملك الأقواس نحو حراك المدينة الحديثة ونحو أسواقها في همزة وصل تمزج بين عراقة الماضي ونبض الحاضر في أسواق الحياة. تنتشر السلع من قفاف وبهارات وزيت وزيتون وموالح وتوابل وغيرها من الخيرات في أسواق مدينة العطور والبهارات. احنا تو في رمضان، تطيب النوابلية الاختصاص نتاعنا هو مثل محمصة والحليلم وكل شيء، نحطوا لها القديده والعصبانه. بلاش قديده وعصبانه كاين ما طيبناش، فهمت؟ اش فيها القديده واش فيها العصبانه؟ العصبانه فيها التابل، فيها الكرويه، فيها الدواره، معناتها الشيحه نشيحوها ونعملوها عصبان. هذيك احسن كيما نقولوا في بلدان اخرين نقولوا معناتها القرنيط وكل شيء، احنا عندنا العصبان حاجه جاريه وكان معناتها نعملوها بالعصبانه وبالقديده. بالنسبه في نابل هذايا عنا الفحات الكلية، كان نعملوا الفحات كل خصوصا التابل والهريسة العربي دياري، عنا هريسة العربي دياري برشا، ناخذوا القرون ونشيحوهم ونغسلوها بالكدا بالكدا ونعملوا كل دار نابلية نعملوا لها معناتها الهريسة العربي، نعملوها في السوب في الحاجة الجارية، نعملوها في مقرونة بالصنصة، نعملوها في برشا حاجات. عنا الكمون، عنا التابل، عنا الكروية، وخصوصا مزهر، راهو مزهر على نابل، ناخذوا الحب نتاع الزهر انتوا ولا بالقطار العربي في قزان عربي بالكدا وكل شيء، ونعملوا الزهر، ماء عطشيه، الماء ورد، ماء نسري، ماء الفليو، القاح، الرخصه هذايا نقولوا للشمس، كل شيء. يعني هذايا حاجه معناتها اختصاصيه في نابل. لم يزاحم عشق نساء نابل لروائح الزهر المقطر الزكي غير عشقهن للخيوط والالوان والتطريز. تحول إبداع النابليات إلى لوحات تروي فنوناً من التطريز التقليدي، زادهن في ذلك خيوط ذهبية أو فضية، لتتحول مدينتهن إلى موطن للتطريز الفني، تنتج ثياب العرائس وحوليهن التي تذكرنا بروعة أميرات ألف ليلة وليلة. الحمامات عندها لبسه خاصه، نابل عندها لبسه خاصه، كل بلاد عندها لبسه خاصه. اما هذه الجبه بتاع حمامات، الجبه بتاع حمامات يترجوها من قبل برشا، يحضروها للعروسه، ما فماش عروسه تخرج بلاش جبه الحمامات، وتلبسها هذيك عاديا، تلبسها في المحضر، تحضر بها في العروسات الاخرين. في رمضان ديما العباد تحضر الحاجات الجدد وتزين وتعمل كيما بالاخص في نابل، ياسر يهتموا باللبسه وبالصياغات وبالماكله وبالحاجات القدم، دونك حضرنا لهم برشا حاجات موديلات جدد باش يبداو خارجين مع اللبسه مع العرائس زاده. ما زال حلي العرائس في نابل احد شهود ابداع الحرفيين في المدينه. هي أشكال تختال بجمال الياقوت والذهب والفضة، ولا تخلو من لمسات العراقة والأصالة التي ميزت حلي الجدات الشامخات الغاليات.
أما عرائس السكر المشهورة فما زالت تداعب أحلام الصبايا النابليات ليتحولن إلى عرائس وأميرات. لا تخلو منازل النوابلية من تحف الفخار المزركش والمنقوش. ما زالت الأصابع الماهرة لحرفي عاصمة الخزف والفخار تبدع تحفاً رائعة تأسر الزائرين. أما الخزف المزخرف والمتألق بألوانه فهو من علامات تألق فن العمارة في هذه الربوع. في رحلة الذاكرة لأبناء نابل الباحثين عن فسحة روحية تصبو الروح لمعانقة أركان بعض الزوايا الحاملة لحكايات بعض العلماء والصالحين. مقام سيدي أحمد الفهري الأنصاري زاوية تحمل لروادها فرصة للسمو والصفاء مع تجليات الروح والتجرد بعيداً عن منغصات الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. نابل كما يعلم الجميع مدينة منفتحة على جميع الثقافات وعلى جميع الحضارات منذ توسعها، يعني خلال القرن الثاني عشر للميلاد، وأيضا المعالم الدينية لم تشذ عن هذه القاعدة، فقد كانت دائما هذه المعالم يعني قبلة للمصلين الذين بطبيعة الحال يعني يجدون في رحابها الصفاء الروحي والالتقاء بالله عز وجل من خلال الصلوات، من خلال يعني العبادات والذكر. ف يعني هذا الجانب كان دائما ايضا متجسد في الجامع الكبير. عندما نتحدث عن الجوامع نتحدث عن الدور الريادي للجامع في الثقافه العربيه الاسلاميه، والجامع الكبير لا يشذ عن هذه القاعده، فهو جامع كانت له الرياده الثقافيه والدعويه من خلال دروس العلم التي كانت يعني تقام في هذا الجامع من قبل الأئمة الذين تداولوا على الجامع الكبير بنابل، منذ الشيخ حميدة بحرون رحمه الله الذي تولى الإمامة بالجامع الكبير سنة 1900 ميلادي، إلى شيوخ عائلة المرزوقي الذين تداولوا على الجامع الكبير منذ سنة 1900 إلى حدود 2010 ميلادي. وقد كانت تسمية الإمام الخطيب بالجامع الكبير تتم عن طريق الباي مباشرة. عندما نقول الجامع الكبير ونقول رمضان، فيعني رمضان له جو خاص في الجامع الكبير في إمامة التراويح أو في الدروس الدينية التي تقام في خلال هذا الشهر في هذا المعلم الحضاري، وكذلك الختمات، ختمات الحديث النبوي والختمات القرآنية التي أيضا تقام من هذا الجامع. ما زالت كلمات الرحمن تتردد في بيوت الله المنتشرة في نابل، مؤكدة روح المدينة الإسلامية. وسط أروقة مساجد نابل تنتصب الأعمدة الحاملة في ثبات أسقف بيوت الله، وتنتشر الأقواس المعبرة عن روح الإسلام السمحة المتسامحة. تتجرد الحياة من زخرفها وسط أروقة المساجد في دعوة لحب سام ومعانقة مع روح الإسلام الذي انتشر منذ قرون في قلوب أهالي المدينة الطيبين. هنا يتجلى فن العمارة الإسلامية كاشفاً عن رحلة في ذاكرة المدينة الساحلية. في مساجد نابل يتعالى التسبيح والحمد لله الذي وهب كنوزاً لمدينة الزهر والبحر والفخار.